تجد البعض يكذب للإفساد بين الناس. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أمر بماذا؟ يعني أباح، لا نقول أمر، أباح الكذب، بغية تذهب تقول والله يا أخي فلان لا يذكرك إلا بخير، وما علمت منه إلا أنه يحبك ولا يريد بك إلا الخير وكذا وكذا، تذهب حتى وإن لم تكن متأكد تماما من هذا الأمر لا تقسم، لكن تقول ما أعلمه عن الرجل أنه يريد الخير وأنه يقول كذا وأنه يقول كذا، تسعى إلى ماذا؟ تسعى إلى الإصلاح بين الناس.